بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اهلا بيكم. حلقه النهارده باذن الله هنشوف مع بعض ازاي انك انت يكون عندك نسخه ويندوز اصليه على جهاز الكمبيوتر بتاعك وتشتغل معاك مدى الحياه وكمان بسعر اقتصادي. طبعا كلنا عارفين عشان نمتلك نسخه ويندوز اصليه لو دخلنا على موقع مايكروسوفت هنلاقي سعر النسخه بيوصل لحد $200، و$200 مبلغ كبير جدا على المستخدم العادي اللي هو مثلا جايب الجهاز بتاعه عشان خاطر مثلا بيعمل بعض المهام العاديه، لكن مثلا لو مستخدم بروفيشنال ممكن ان هو يدفع $200 عادي. فالنهارده باذن الله هقول لك على حلين اقتصاديين جمال جدا تقدر انك انت تمتلك نسخه ويندوز اصليه وتشتغل معاك مدى الحياه وكمان تكون بتشتغل بكفاءه وتديك الاحتياجات اللي انت عايزها وكمان بسعر اقتصادي من خلال متجر جميل جدا هو متجر سيديكي اوفر. متجر سيديكي اوفر من المتاجر الجميله جدا اللي دايما انا برشحها لكم في الفيديوهات بتاعتي عشان خاطر انك انت تشتري منها نسخ ويندوز. عشان تخش على المتجر ده هتلاقي فيك لك الرابط بتاعه في صندوق الوصف. بعد ما تخش على المتجر بنصحك اول حاجه تعملها انك انت تنشئ حساب على الموقع ده لان عمليه انشاء الحساب سهله جدا وبسيطه. بعد كده هتلاقي المتجر موجود عليه مجموعه حاجات كتيره جدا زي مثلا نسخ الويندوز، ويندوز 11 ويندوز 10 بجميع اصداراتهم. كمان في برامج مكتبيه زي برامج اوفيس موجوده على المتجر ده، وكمان لو انت بتحب الالعاب او بعض البرامج التانية هتلاقيها موجوده برضو على المتجر ده. تعال ناخد مثال على الحلين الاقتصاديين اللي بقول لك عليهم النهارده لامتلاك نسخه ويندوز اصليه. الحل الاول اللي برشحه لك هو ويندوز 10 ال تي اس سي 2021. النسخة دي بصراحة من اجمل النسخ اللي نالت اعجابي ونالت اعجاب مستخدمين كتير جدا، عملنا عنها فيديوهات كتير جدا في قلب القناة وبالفعل ثبتوا النسخة دي ولقوا ان النسخة دي غاية في الروعة، نسخة خفيفة بتشتغل بكل كفاءة ما فيهاش برامج كتير جدا، ما بتسحبش انترنت، ما بتسحبش امكانيات الجهاز، بتشتغل معاك بكل كفاءة. طيب لو انت عايز تحصل على نسخة ويندوز 10 ال تي اس سي 2021 من متجر مايكروسوفت هتلاقي اول حاجة لما بتخش على الرابط اللي هيكون موجود في صندوق الوصف ان سعر النسخة دي $20، لكن ما تقلقش خالص احنا كلنا عارفين عروض شهر نوفمبر وشهر ديسمبر اللي هي عروض الوايت فرايداي جميله جدا الجمعه البيضاء. هتلاقي ان انا بعد ما تخش على رابط الشراء وتضغط على باي ناو بتضيف كود هتلاقي فكرة في صندوق الوصف بيعمل خصم 25% بمناسبه الجمعه البيضاء بيحول لك سعر النسخه من $20 ل $15 بس، وبكده بتحصل على نسخه ب $15 بتشتغل معاك مدى الحياه وفيها مميزات كتير جدا مش هنتكلم عنها دلوقتي لكن هتكلم عليها بعد ما اقول لك على الحل الاقتصادي رقم 2. المهم بعد ما بتضيف كوبون الخصم وبتلاقي سعر النسخه وصل ل $15 بتضغط هنا على سبميت اوردر وبتكمل عمليه الشراء عادي. زي ما انت شايف هتلاقي ان الموقع عليه وسائل دفع كتير جدا، تقدر تدفع من خلال الفيزا، من خلال مثلا الماستر كارد بتاعتك، من خلال حسابك البنكي، من خلال حاجات كتيره جدا موجوده. فبعد ما تختار الوسيله اللي انت عايزها لو هتختار الفيزا تضغط هنا على باي ناو وبعد كده بتبدا انك انت تكمل عمليه الشراء. زي ما انت شايف عمليه الشراء سهله جدا، كمان تقدر تدفع بالجنيه، يعني الجميل كمان زي ما انت شايف سعر النسخه هنا 863 جنيه، سعر قليل جدا، فالموقع اتاح لك انك تدفع كمان بالجنيه، فانت مش محتاج انك تكون عندك دولار، بتدفع 863 جنيه وعندك النسخه بتاعتك شغاله مدى الحياه. تمام، تضغط هنا على كلمه دفع، تبدا انك انت تدخل بيانات الفيزا بتاعتك، انا ادخل بيانات الفيزا بتاعتي على طول وابدا اكمل عمليه الشراء. تمام انا كملت عمليه الشراء دلوقتي وخلاص. لو رحت هنا على الايقونه بتاعه الاكونت بتاعي ورحت هنا على الماي اوردر، طبعا زي ما قلت لك انا عملت حساب قبل كده، انا عندي هنا زي ما انت شايف السيريال اللي انا اشتريته للنسخه بالشكل ده اقدر ان انا احصل عليه، ابدا ان انا انسخه واروح على التفعيل وابدا ان انا افعل بيه النسخه على طول، بروح على السيتنج وعلى التفعيلات وابدا ان انا افعل عندي بيه النسخه على طول، وكده يبقى انا حصلت على نسخه اصليه شغاله معايا مدى الحياه ب $15 او لو هدفع بالجنيه لو انا في مصر بقى هدفع 850 جنيه وعندي النسخه بتاعتي شغاله مدى الحياه، مش محتاج ادفع اولوفات بقى، هم 850 جنيه والنسخه تشتغل معاك مدى الحياه. الجميل كمان في السيريال ده انك انت حتى لو عملت فورمات للجهاز بتاعك وسطبت النسخه تاني هتلاقي ان السيريال خلاص بقى مدمج في المذر بورد، يعني مش محتاج انك انت تدفعها مره ثانيه خلاص، وتقدر كمان بعد كده انك انت تستخدم السيريال ده بكل سهوله لو حبيت تنقل لجهاز ثاني تقدر تعمل له عمليه نقل، ممكن ابقى اشرحها لك في فيديو ثاني. جميل، ده الحل الاقتصادي الاول. تعال بقى نروح على الحل الاقتصادي الثاني. الناس بقى اللي عايزه مش عايزه تن، مع ان تن خلي بالك في ال تي اس سي 2021 لسه ليها دعم كتير جدا لحد 2030. تعالوا نروح لويندوز 11 ال تي اس سي 2024، ودي نسخه ما تقلش جمال ولا تقل حلاوه عن ويندوز 10، برضو نسخه جميله جدا. ويندوز 11 ال تي اس سي 2024 نسخه جميله جدا وفيها يمكن منظر
اشيق. انا بقول لك المميزات بس بعدين، وفيها مميزات اكتر شويه، بس هضغط هنا على كلمه باي ناو زي ما انت شايف سعرها 23 دولار، هضغط هنا على باي ناو والضغطه بالشكل ده. بعد كده هبدا اخش على لينك الشراء، هتلاقي ان انا رافق لك برده كوبون خصم بيعمل 25% خصم بمناسبه الوايت فرايداي الجمعه البيضاء، بتضيف كوبون الخصم وبتضغط هنا على ابلاي، وبتلاقي ال 23 دولار دول بيتحولوا ل 17 دولار فقط لا غير. كمان نفس الطريقه لما بتيجي تضغط هنا على سبميت اوردر عشان تكمل عمليه الشراء، هتلاقي دلوقتي ان عندك وسائل الدفع، هتختار اللي انت عايزها، انا اختار الفيزا نفس الكلام، واضغط هنا على باي ناو، واضغط هنا على تكمله الشراء، سعرها 950 جنيه او 980 جنيه، يعني سعر قليل جدا. سواء مثلا انت عايز تشتري ال 10 ب 850 جنيه، عايز تشتري ال 11 ب 950 جنيه، فليك الحريه، سعر رخيص جدا وترفع كمان بالجنيه، وعندك وسائل دفع كتير جدا خلي بالك. تمام، ونفس الطريقه بعد كده بتبدا انك انت تاخد السيريال بتاعك تنسخه، بتلاقيه في ماي برودكت كي، بتبدا انك انت تاخد السيريال وتروح على التفعيل وتفعل بيه مدى الحياه. طيب بالنسبة للمتجر سيدي كوفر، متجر سيدي كوفر بكل صراحة وبكل أمانة، متجر سيدي كوفر من أفضل المتاجر الصادقة اللي بتديك سيريالات أصلية وتشتغل عندك مدى الحياة، وكمان الدعم بتاعهم تقدر إنك أنت تتواصل معاه في أي وقت، لو حسيت في أي مشكلة عندك بتواجهك في عملية الشراء، في عملية ما بعد الشراء، بتقدر إنك أنت تتواصل معاهم ويحلوا لك المشكلة. لكن هم أصلاً نسبة حلول مشاكل لا تتعدى حتى 1%، أصلاً ما فيش مشاكل خالص، أنا في أقل من دقيقة بدفع باخد السيريال بروح افعل بلاقي النسخه عندي بقت موجوده اصليه. فمتجر جميل جدا. تعالى بقى اقول لك على الفروقات اللي تفرق بين ويندوز 10 ال تي اس سي 2021 والفروقات اللي بتفرق بين ويندوز 11 ال تي اس سي 2024. اول حاجه هنتكلم عن ويندوز 10 ال تي اس سي. اول حاجه نظام مستقر، تاني حاجه خفيف يعني ما بيستهلكش موارد كتير جدا عندك على الجهاز، وكمان بيديك مثاليه في الاجهزه القديمه او الاجهزه المتوسطه، يعني لو جهازك قديم او امكانياته قليله او حتى جهاز متوسط النسخه دي هتكون كويسه جدا معاك عليه. كمان ما فيهوش بعض البرامج الكتير والتطبيقات والحاجات اللي بتستهلك منك موارد سواء في الجهاز او حتى بتستهلك منك انترنت. تعال بقى نروح على مميزات ويندوز 11 ال تي اس سي 2024. ومن ضمن المميزات الجميله اللي في ويندوز 11 ال تي اس سي 2024 هو التصميم العصري الخاص بويندوز 11 بشكل عام، بتلاقي شكل جميل جدا، نوافذ محسن في الشكل وفي الاداء، كمان الاداء والامان بتاعه كويس جدا، يعني نسبه الامان محسنه جدا في ويندوز 11، نسبه الامان عاليه عن ويندوز 10 ال تي اس سي، رغم ان برضه في امان في ويندوز 10 ال تي اس سي، بس في ويندوز 11 ال تي اس سي 2024 نسبه الامان عاليه. كمان نسبه الدعم بتاعته اطول شويه، يعني معاك مثلا لحد 2030 هتلاقي لسه شغال الدعم بتاعه، فويندوز 11 بيتميز في الحته دي كمان، ودي حته مهمه جدا خلي بالك، ويندوز 11 ال تي اس سي 2024 ان هو الدعم بتاعه لسه قدامه فتره كبيره جدا. كده يبقى عرفنا كل حاجه وعرفنا افضل بدائل ممكن انك انت تستخدمها انك انت تشتري نسخه ويندوز اصليه من متجر سيدي كوفر، متجر جميل جدا، الروابط تكون في انجوله في صندوق الوصف، وعندك خيارين اقتصاديين، الخيار الاولاني ويندوز 10 ال تي اس سي 2024 ويندوز 11 ال تي اس سي 2024، اختار اللي يعجبك فيهم، سعر دي 850 وسعر دي 950، فرق 100 جنيه دي من دي، وبصراحه انا شايف ان النسختين غايه في الجمال. نصيحتي ليك لو انت عايز مثلا جهازك قديم او متوسط روح على ويندوز 10 ال تي اس سي 2021، لو انت جهازك حلو او حتى برضه متوسط روح على طول على ويندوز 11 ال تي اس سي 2024، نسختين جمال جدا وغايه في الروعه. وبكده يبقى انتهت حلقه النهارده، يا رب تكون الحلقه عجبتكم والحلول الجميله اللي كانت معانا النهارده عجبتكم، ما بنصحش حد ان هو يستخدم اي مثلا تفعيل غير شرعي لان كلها تفعيلات بتؤدي لمشاكل في الجهاز، اختراقات وكمان بتسبب مشاكل وتقلب بطء في الجهاز، لكن انت بتدفع 850 بتدفعهم مره واحده، يعني عشان حد يقول لي لا انا عايز حاجه مجانيه، حاجه فري، ما الحاجه فري هتجيب لك مشاكل بعد كده، فانت الافضل ليك انك انت خلاص روح ادفع 850 جنيه يا عم، حوشهم وادفعهم مره واحده، وبعد كده انسى الجهاز ده بتاعك انت، انت دافع فيه 10000 15000 20000 100 دولار 200 دولار 300 دولار، ما كانش على 850 جنيه اللي هتدفعهم مره واحده، وهيكون عندك نسخه ويندوز اصليه وراجل شغال شرعي، وكمان ضامن ان اي معلومات حساباتك بياناتك كل حاجه بتضيف على الجهاز انت ضامن انك انت مفيش اي مشكله بتصل عندك. يا رب تكون الحلقه عجبتكم وتكونوا استفدتوا منها، يا ريت نصيحتكم شير، لينك الشراء لنسخ الويندوز اللي معانا النهارده ولينك متجر مايكروسوفت ذات نفسه هيكون موجود في صندوق الوصف مع كوبون خصم 25% بمناسبه الوايت فرايداي. يا رب تكون الحلقه عجبتكم ويكون سنه جديده خير على الجميع، يا ريت نصيحتكم شير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.